أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تغيير وجه القارة الإفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة. وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد السيد الرئيس على ضرورة أن تضع الدول الإفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة في تغيير واقعها وتطويرها. يا ترى البنية الأساسية في القارة الإفريقية جاهزة إنها تلبي الطموحات والأمال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ أنا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية أو إيجاد بنية أساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتاجنا خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، وأنا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، أنا هقولهم بالدولار لكن تقريبا حوالي 400-500 مليار دولار. أنا بتكلم على دولة مساحتها مليون كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الأفريقية اللي فيها 30 مليون كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي انت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الأساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الأفريقية تتكلف كام وهيجوا منين؟ إذا كنتم عايزين تغيروا وجه القارة الأفريقية وتخلوها قارة قادرة على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنية أساسية في القارة دي.